تحذيرات بيئية من ازدياد نسب التلوث في المحافظات المنتجة للنفط، وعلى المستوى المنظور يتحتم على البلاد السير في اتجاه الحلول الكفيلة بإيقاف نسب وصول المحافظات إلى المحمول البيئي للتلوث. الهيئة العراقية للطاقة كشفت عن أن توفير 12 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال العام 2025 من شأنه التقليل من نسب التلوث، لا سيما وأن العراق فتح بابا للتعاقدات مع شركات الطاقة والتي ستدخل في منافسة الأسواق المحلية. الاستثمار في الطاقات المتجددة بحيث انطرح مشروع لل 2025 بتوفير 12 ألف ميجا واط من الطاقة الشمسية، يعني تدخل منافسة للأسواق المحلية، ومن عندها شركة توتال أعتقد ستفوز بواحد من هذه العقود بألف جيجا ألف ميجاوات. المحافظات الجنوبية وكركوك هي المناطق التي تتعرض للتلوث من إنتاج المحروقات. الآثار التي تتركها عمليات إنتاج الطاقة على البيئة والصحة العامة هي من المحاذير الرئيسة التي ينوه لها المختصون بصحة أو في البيئة على حد سواء. ممكن الاعتماد على الطاقة الشمسية لحد معين، ولكن لا يمكن تكون كحمل أساسي. ممكن تغطية بعض ساعات النهار في ساعات الذروة ممكن استغلالها. محروقات يعني الطاقة التي تنتج من خلال إحراق الوقود العضوي لها تأثيرات على البيئة، من ضمنها الإنسان أكيد على كل الكائنات الحية، فتكون إلى تعقيدات ومشاكل صحية يسببها، خصوصا بالجهاز التنفسي، خصوصا لبعض الفئات العمرية، وقد يترسب بالتربو يسبب مشاكل حتى في موضوع التغذية. الاستثمار في الطاقات المتجددة أو ما صار يعرف بالطاقة البديلة ما زال محورا للنقاش، ولحين بت الشركات ببناء محطات جديدة للطاقة النظيفة، فإن مستقبل السياحة والنقل بحسب مختصين مرتبط كذلك بهذا التغيير في الإنتاج نوعا ومستوى وكما. صبر كاظم، العراقية الإخبارية، بغداد.